لو سمحت سالت مويه. ولكن دقيقه، ولكن هالشخص هذا يتكلم من ورا التريلات ولا يجي بالوجه. صادق هذا ما يصلح. انا ما داني الرجل اللي يقط قطات من ورا. صح يا اخي، نشوفهم يتكلمون على الكيدعاني بعد. انوح على النقطه دي، عرج عليها. ابعرج عليها بديك. انا كنت بكم في روحك اليوم زين، محترم ومقدر. والله انك كفو والله يا ابو مبارك، متغاضي. انا اقدر اطول ثاني واقدر اغسلها مغسل، ولكن صح احترام تقدير وتربيتي هذا انا مطيب بصرك والله، اتجاوز على تربية. والله كفو. ولكن طلع قال انت فهد المعيان، طلع هنا بعد ما دخلتكم في الروم قال انت انسان ما ادري وش فيك انت. يعني هذا كلام شخص زي كذا عاقل ما يقول لك كلام فعلا، شخص عاقل رجال كبير. المفروض فيه احترام. دقيقه داكت. المفروض فيه احترام للمتسابق. انا متسابق فهمت، حتى انت احترمته تحترمه هو يحترمه. وكان يكلمني صح ولا لا؟ موجود انت؟ انت احترمته؟ انا محترم معه، طلع كان يتكلم علي تحت الهواء فهمت؟ وانا محترم معه، محترم محترم. ما قلت له شيء، قلت يا ابو معيان انت على العين وعلى الراس، رجال اغليك واقدرك. صح. زين؟ اليوم انا هنا دقيت لهم تحيه كلها. استاهلون كلها، في شيء براسي بس ناسي. تعال بجي هنا عشان تكلم. تعال يا راحت. فهد معيان؟ ماني فهد معيان، لا احنا نقد فقره الكاس. انا من انوع على ما تتذكر. انا من دقيقه ابو انت اباب دقيقه ابو انت وانا انا دقيقه قبل يطير مخ. شو اسمه اللي كان جالس هنا؟ احنا زين، احنا كمتسابقين اكيد بيمر علينا نفسيه. صدق فعلا. زين محبوسين بمكان واحد تمام، تمر علينا ضغوطات فعلا زين من بين بعض. انا اتضايق منك يا احمد، صح. احمد اتضايق مني، صح. فهمت؟ فما ندري وش نفرق الطاقه اللي بنا من الضايق. صح. ف ان طلع شيء ولا شيء لابد ان ننقهر ويصير اشياء داخليه. صدقت. ف فهد معيان مش وين مسكها من يد الفجان. احترمت مره واحترمت مرتين واحترمت ثلاث، صح، واربع وخمس مرات محترم فهد معيان ومحترم اللي معه. صح. فهمت؟ يتكلم ويقط قطات من ورا التريلات، فهذه مال امه سنه ولا لامه داعي. صح. زين قال اليوم اذا ما احترمت الجمهور، شوف شوف حتى جمهوري بيقلبوا علي، ولكن يبطي. صح. يبطي فهمت، حتى جمهورك بيقلب علي. نعم. انا تحت هو هنا قلت يا اخي انت مستحيل تمسك علي زله، مستحيل انا جمهورك لازم اطلعك على حقيقتك. صح. يعني عيب سمره، عيب اطلعك على حقيقتك. صح. كيف طلع؟ انا لي شهر وكم يوم انا هنا بالبرنامج، واكيد اني على حقيقتي. صح. يعني حتى لو تصنعت ولا شيء الجمهور بيشوفن بيقفطن بيدري اني متصنع، ولكن انا على شخصيتي. صح. وعلى احترامي الى الحين اوجه تحيه لفهد معيان فعلا واللي معه كلهم، وخذها كاش، انا احترمهم واقدرهم. فهمت؟ ليه؟ لانهم يعلمونا اخطائنا او شيء، يعلمون 50% كويسين، 50% بناء و 50% هداء، 40% كويسين و 60%. صح. يعني يجيبون كلمه من ورا الترلات ومن هنا ومن هنا، ليه؟ يعني هل بد يعني لهالدرجه الجمهور مأثر عليك يا بعد معيان؟ صح. هالدرجه يعني يمشيك الجمهور على كيفه؟ صح. ما ادري. اسمح لي انوه اخ كحنا. لا لا شوف، قبل تنوه زين، انا يوم انا كنت بكمش الروم كنت طالع المستشفى فهمت؟ وشفت خذها كاش سابينهم، والسبب انا. والله لو ادري ان ان الناس بيسبونهم والسبب انا ما دخلت معهم كمش الروم. عشان كذا فهد معيان ترى حاقد. فهمت؟ حاقد ليه؟ لان يوم اجيب الجوال فتحت له الرمز. هذا لا يصح. فهمت؟ كان بيقلب علي، فتحت له الرمز قلت امسك. ليش الكاعه واللف والدوران يا فهد معيان؟ ما يصلح. هذا هذا. ولكن عندي ورقه انا كنت مغيبه هنا، فهمت؟ ذاك اليوم جيت ولقيت ورقه عبد الخالق هنا. فهمت؟ وقريت ودريت وش الموجود داخل ورقه وقطعته. وغيبت هنا وجيت الحين الدورة ما لقيتها، ولكن أنا عندي ورقة هنا فهمت؟ عندي أنا ورقة هنا، خذها كاش تروح وين؟ اسمعني بس أقراها بيني وبين نفسي بشوف قوي السر ولا لا. لا اسمعني، لا سمعت ما راح أتكلم فيها. خلها ما راح أتكلم فيها، بس بشوف أقراها بشوف. فضول. هو يبي يحتفظ. عندي أوراق أنا هنا. يعني هذه مسكات عليهم؟ لا أدلة، هذه أدلة. أدلة عليهم تجيب فيهم العيد؟ هذا أدلة تجيب عليهم العيد. زين احنا متسابقين. طيب أخك حلان دقيقة، بشوف بس مجرد شوف بس بتشوفها بس ما راح اتكلم ولا راح اقرا. بتشوفها صدقني بتشوفها الان، بس تسمح لي مجرد فضول لو سمحت، ما راح اسرب.
ان في بتبدي شيء بس كذا نظره اوكي نظره بس احمد الموضوع تاجر ها شوي خلينا نشوف بما انك زميل وعزيز وغالي خلينا نقرا معليش معليش اهدي شوي دقيقه 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 اقر صدق يا اخي والله انك تستاهل هدايا يا ابو عبد العزيز ما شاء الله تبارك الله والف مبروك للرقم اقر هنا اقر هنا الف مبروك للرقم اللي وصلته هذا بس مجرد رقم ولا انت واصل في علوم وايد لا لا تستاهل كل هذا هنا احنا موجودين اجيك انا يا ابو مبارك قصير هذا خلنا بعدين امريكا خلتها سبحان الله الدنيا غرائب غرائب الدنيا غرائب الدنيا غرائب الدنيا غرائب يا ابو عماد غرائب الدنيا حلان اجي احنا بنشل جرفك حلان اجي سامعني بيقول لك هذه الدنيا شفت بس اسالكم بالله لا تطلع يا عيال لا 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 تقصر صوتك كيف كذا احنا كيف احنا بالقناه كيف احنا بالقناه كيف لا لا يا هذا شيء ما كنت اتوقعه امان لا حد يطلع يا خليك هناك كيف نظره اخيره بس خلال نظره اخيره صاير تكفى نظره اخيره تحمل نظره اخيره تكفى نظره اخيره تكفى القلب ينسى الفطر تكفى نظره اخيره تكفى نظره اخيره عبد الله ابو عماد بتشوف هد شوف تكفى بطل ما تطلع استريح وارجع بحاول هد بحاول هد تكفى هد خلينا نشوف يو تكفى انا عارف ان شيء اقرا اللي بس قلها باذن نفس اللي قريت ولا لا اي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اي واحد اي واحد حط صبعك شنو ما من وين جبتها بس صوتك كيف وجع الدرجه فيهم الشيء ما ادري استبعاد ولا طلوع دي هذه بالظاهر كيف ابو شايع استبعاد ابو شايع استبعاد هل رايت الذي رايته يا مرحبا ويا ما هذا الذي لا تصدقه العين تفضل ابو عابد لا تصدقه العقل ولا ترى قلبك الى كبير والحليم والشجاع ما هو باللي يعني ينغضب على طول اللي يمسك نفسه اللي يمسك الغضب وانا يعني قوي قوي كسب يعني بيت شعر يقول شو يقول اسرع الزله اللي ضيقت صدري وانا صدري وسيع وسيع من واحد ما كنت متوقع علي زلها الله زلها ولو مهم منه قلت شرهاتي تضيع سلام. لكن جت من قريب والدروب ندلها الله نويت اعديها لكن القلب عيا لا يطيع سلام. ادور المخرج لها واحلها وحل. واملها سلام. لكن عشان افهمها راسي ترى راسي شجيع ما كل زله جاتني بقول مهده خلها الاوله والثانيه والثالثه بذبريع والرابعه بعرف علومها دقها منجلها والخامسه والله لا اعرضها على الخط السريع الكبد ما هي فاضيه في كل ليل يعله الله فمن باب هذه القصيده اذا شفت شيء زي كذا تحمل تحمل وقلبك رؤوف يمكن انا حليم يمكن انا بس بعطيك بس بيت على اشياء هذا والمعذره يوم تكلمت ابو عبد العزيز موجود وتعزم بالشعر انت توصف لهم لا معنا ابو عماد معليش دقائق ايوه هذه الكلمات الشاعر عبد الله بن هندي القنازع الغامض دقيقه بالله بتكلم بلا استريح اخ لان ما داني احد فوق راسي ابو مانع استريح كذا تجيني قشعريره والله اجلس هنا بجنبي والله اجلس لا ابو مانع يخاف من الجلسه دي تعال هنا تعال عند هناك ابن مانع ابن مانع تعال ابن مانع استريح تعال هنا علشان النور يكون عليك شوف يا ابو نصيحه شوف اسمعني يا ابو مبارك هذه اذا احد يدور عليك الزله او اذا احد عاملك هذه انا امشي فيه البيت هذا صراحه اذا احد عاملني بلكاعه اذا احد عاملني بلكاعه ويحس منك ما تقدر ترد اللكاعه يقول والله اني بالطويله المستقلي الله رافع نفسي عن علوم الدناعه الله ذا مكاني باللزوم وذا محلي كل ما ضاقت على قلب الرعاعه العدود من القراح العذب ملي والقلوب مدربه وصلوا قطاعه الله على الملي ما استفادوا على الملي متعب النفس على قله صناعه هاي ان بغاها باللي احسن جيت كلي جيت كلي وان بغاها باللكاعه باللكاعه جميل 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 هذا لا يصح اذا تسمحوا لي دقيقه استر عليهم تكفى يا ابو مانع استر عليك قطاح ابو مانع ما نقدر الليل اسمع
من قدب المانع ذا الليل يا هدايا بعد ما حد قدب من بعد هدايا بس اخوان انت مو بسميره بس هديه جاك هديه بس مو قلب عنا ان شاء الله في الايام القادمه رنس ابو مانع ادري ان الجكيت لي صح ابو مانع تستاهل والله تستاهلون كلكم ابو مانع انت شخص موهوب شخص جميل وشخص اعلامي قادم على الساحه بشكل كبير وراح تتصدر قدمتي من الساحه اسمع لا راح تتصدر باشياء جميله جدا وانت مدرسه احنا نتعلم منك والله العظيم انت تلميذ وعلى ما قال تربي اجيال عبد الله شوف اسمع من شوف وقت المزح مزح صح وقت الجد جد وانا اعرف كلامك هذا انه في وقت الجد صح وقت المطعم وقت الجد زين واذا انا غلطت في شيء في الكلام قبل شوي انا اعتذر لكم جميعا لا والله احنا نعرف اللي والله شوفوا اب كنت تغلط بعلمكم لاني انا حامل رساله من جمهوركم انت مو جمهوري انا صحيح لازم اسعدان على تبي والله يقول صادق صح كذا ضيقني انا لا 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 صحيح وحتى لو ضقت احنا اخوان انا لو ضقت ما اشيل ما اشيل في خاطري نهائيا على صح اهم شيء راضي وعاتب حتى في البيت يا اخي اخواني عاتبوا اخواني عاتبوا لي صح طبيعي احنا اخوان على ما قال بالعكس تفضل حبايبي الله يطول عمرك شكرا لك والفريق دعمك والجمهورنا كافه احنا لولا هم ما ابدعنا ولا طلعنا مواهبنا ولنا كل واحد مننا يقصر صح ولكن هذه نفسيه اقول لك ولكن هذه نفسيه عليك لكن مثل ابو مانع تنطبق عليه البيت الشطر الشعري اللي يقول لا تدور زلتي وانت خابرني كفو صح لسانه ولكن هذه نفسيه دايم تلقاها مره والله قاطعته وخلص يا حبيبي انت ما تسكت لازم قاطعته مبارك امزح امزح مبارك جمهورك 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 جمهوري جمهور الواقع كامل كامل على روسنا مع الإدارة مع الجمهور حتى مع محمد عيسى قسما بالله ما اضطرت على اني احلف الشيء هذا والله العظيم انهم نجاح لنا جميع لان اصلا جمهورك جمهور احمد جمهور اورنج كل بونا ترى جمهورنا واحد اكيد الا اذا حصلت بعض الخصومات اللي بيننا بعض الخصومات دائما يكون لها حلول عرفت نعم فحنا انا اتكلم انا عن نفسي وعنكم جميعا حنا نحمل البعض القدر والاحترام والتقدير كل يد واحده شويه ابو عمر ابو ابو ان شاء الله يجعلك ولد تسميه عمر باذن الله عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسميه عليه تسميه عليه خلاص خلف الراشد معلش يا خليك على جنب تفضل ما يهمك تعال جالس على جنب دائما اذا شفت من رفيقك زله ولا من صديقك زله ولا من البعيد ولا من القريب زله دائما ادمح يقول ادمح رفيقك وخويك 70 زل سمعت احنا ما وصلنا فما بالك احنا وصلنا العدد كم الحين كم وصلنا من وصلنا انا حسبت كم وصلنا 40 اظن بلاش قال 44 ترى في ناس يبون يقسون يحسبون الباقي عشان يجلدونك صد ابو شاي انا تم خلنا تم بقفل ابو بتخيل شخص واحد بقفل انا داري شخص واحد الحين ها يضحك بيت المضحك ذحين من اخوك محمد ها شوف خليني اعلمك خليني اعلمك فاحنا متحملين البعض وحنا كلنا البعض وبالعكس رنش بعض الحين والله نجي اشغل اقول يا ابو عبد العزيز انا متضايق وانا كل ابو نشكي البعض وانت قاسم حتى الخبز حتى انت قاسم البيضه للفجر شاورما انا شاورمتي خلصت وانا كليت وكنت جوعان والله انت قاسمت وكحلان ذاك اليوم جيت اقول لك كحلان عطني حاجه عندي ناقصه طيب البيض ما قصر البيض للفجر والبيض امس احمد العوض والله العظيم يا رجل بقولها كم تحق بختم فيها يا ابو مبارك انت كنت لا ترى كنت نايم والله العظيم ولا قومتوني بوضح لك قسما بالله لانك انت قايل لنا احنا ما نتخذ قرارات ما تبيها انت تقول احد يقومني قلنا خلاص تم احنا مش نسوي شيء كنت تقول بعد من عاد نسوي برجع لك يا عبد شوف الرجال ذا قسما بالله ثم قسما بالله يمكن اسوق له اكثر من ما اسوق المتاجر اللي عندي يا ولد يصلح له شاهي لا اله الا الله حتى الشباب اتركتوا عليه يصلح يا ولد يا ولد اقسم بالله امس فول مدمس فول مدمس فول مدمس شكشوكه ما عاد رقدهم وشكشوكه شلون طبخ خفي علمه بقدر في قدر حتى ما كلنا في قدر شكشوكه بقدر طريقه يعني تحضير سريعه واستلم يا ابو مبارك شباي اولا تقدر تحول عادي اولا صلوا على النبي مو عبد الخالق زين اول صلوا على النبي معليش اني قاطعتك يا ابو لا 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 عادي الامور خلقوا فرق احنا لا خلقوا عبد الله عبدالله أسلم كمل أبو مبارك تحول علي هي ما هي قصة عبد الخالق ولا لا وقت الجد جد يا عيال صح والله صح وقت المزح نمزح فإذا جت على الشخص نفسه كلنا نقدر نتحمل وكلنا نقدر نطمر وكلنا نقدر فالشخص يصل مرحلة يعني خلاص يعني يصل لهنا ما يقدر يتحمل ولا يقدر
صح بامكانه انه يعوض ولكن ما يقدر يتحمل اكثر من كذا اكيد صح زين انا احذر شر الحليم اذا غضب ايوه انا طمرت اكثر من حاجه وما اقول اني اعلمكم اني انا انتم يمكن تشوفون والله انت علمت زين نتعلم منك يا ابو مبارك وهذه فرص بالحياه انك تطمح الحاجه اكبر من اللي انت بيه زين وغير كذا انك تتعلم الضربه اللي ما تكسرك تعلمك توجع الضربه اللي ما توجعك الطلقه اللي ما تصيبك تدوش كلام انت ما لها دخل لا انا مثلا يقول الضربه اللي ما توجعك او الضربه تعلمك او الطيحه اللي ما توجعك لا الطيحه اللي ما توجعك ما تتعب ما تكسر الضربه اللي ما تذبحك توجعك الظاهر كم ذا غريب الحين الحلقه الكينج انا من متى اتابعك وتتابعني في البرنامج ولا متى لا قبل البرنامج صح حلال هو سبحان الله اجد جد حلال اللي برا انا عايشته وعرفته وعرفني تابعته وتابعني وعارف طبيعته برا كحلال هو الله يطول عمرك يا ابو مالك قبل شويه ينضاق جالس على كرسي في الكيكه انا عارف انه ضايق من باب محبه واخوه ما يحتاج اكيد انت ضايقتني كذا لا والله يا ابو اخوي هاي يتوقعون ما بالناس يتوقعون بيننا يعني في خلاف في شيء بالعكس في عتاب نعاتب بعضنا عادي طبيعي جدا زين صح وبالعكس وقفتكم وشي وقومتكم والله العلي العظيم يمكنني انا فيني ترى فيني كني فيصل تنرفز على طول انا عيال عمي تابعوني قد علمت لك قد علمت لك قلت مع زياد تابعوني يا عيال عمي تابعوني في التيك توك قلت انا يا زياد سرع الانفعال وين ما تابعوني انا على طول سرع الانفعال لكن انا اتندب على الحيال قبل شوي تردد اني حتى كيكه او ترى ما تدري ترجع لا بالعكس رجعتها لاني احبكم بالله راجع لاخوانك ما تراجع لحد ثاني لان هذه رساله محبينكم كلكم اكيد اكيد شوف يا ابو مبارك نفس الشيء عشان ما يفهم ما يفهم الموضوع غلط ما هو خاطب بتكلم اقول لا لا عشان ما يفهم الموضوع غلط قبل شويه يوم كنا برا قال لي ابو شيع يسولف عندي كذا ظرافه كذي وقال لي ليش ما اعطيتونا الجنبيه من الجنبيات العمانيه فقلت له اعطيناها اللي يستاهلها ما قصدي تقصير فيه ولا تقصير في اللي وراه لا ابو شيع لا قصدي كان احنا الشباب في الليله العمانيه جابوا ثنتين واعطيناها للي يستاهل اللي فاك بالجائزه ليش قلت لك انا قلت لك امشي لك اذا اعطيت الشباب كلكم معطيني ما قلت لك قلت لي ايوه صح محبه ترى جنابي ترى جنابي ترى جنابي تكرر نفس الموضوع جنابيكم والله نحب صراحه تسلم وقلت لك اني هيك قلت لك ان شاء الله من عيوني انها بتجيك وحده خاصه من عمان الى هنا لبى والله قلبك يا ابو اسمعني يا ابو قلت لك ان شاء الله بتجيك وحده خاصه من عمان الى هنا انا بجيك وهو بيجيني ترى بجي لهم مو عدني بس ترى مو عدني اقول لك والله انا مو عدني بس بغيت اوضح هذه النقطه اخدم اسمعني يا ابو بغيت اوضح هذه النقطه عشان الناس برا ما تفسر لا 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 اسمع المبارك يا رجال احنا اخوان لو تبي حتى الجنبي حق لا لا ما تقصر تسمحوا للاستاذ احمد رسول الان تضرح. دور الدكتور الدكتور احمد مهندس عفوا ايوه دكتور مهندس لا شوف يعني بعيده عن المزح و بارك الله احنا جينا هنا البرنامج للامانه يعني بتكلم لا لا مش برنامج كذا كذا لا ابو كذا اذا انا قلت الحركه هذه اتكلم بانسيابيه صراحه تعال احنا جينا البرنامج قلشه ما انت فيها ترى بقوم على قولت والله علمتك بقوم دقيقه يا اذا على قولت ابو مبارك لما يقول احنا فينا ضغط أول فقرة كاش هي صح 50% انتقاد بناء و 50% هدام للأمانة يعني نعتبره احنا جينا البرنامج هنا سواء نعيش من يتخيل يعني نبي نقول مثلا 44 يوم بدون جوال بدون مواصل أهل اللي تركت شغله اللي برا لضغوطات واللي مر بأمور فهم مع ذلك يعني بدون منا احنا نحاول قدر المستطاع احنا نظهر لهم زين زين منه هذا 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 مجهود منه انا ما اقول احد ينتقدنا ممكن انا اتحمل يعني ممكن انا متعود على انتقاد من يوم اتحمل ولا واحد يقول لي باجي اضحك له لكن غيري ينكسر ولا لا غيري ينكسر صح ولا لا صح اكيد فالناس ما هي سواسيه اذا انتم انتقدتوا احمد يمكن احمد لو تسبونها باجي يمكن يضحك انا وانا من الناس اللي كذا ترى للامانه لكن غيري يتكسر وش ذنبه صح وش ذنبه فاول شيء هذا برنامج وهذه فقرتهم احنا نحترم سياستهم وبالعكس هذه هي مكمل لنا يعني للأمانة يعني إحنا ما نقدر برنامج فيه اللي ينتقد وفيه اللي يمدح وفيه اللي يسب وفيه اللي يعطيك أكل وفيه اللي يجيبك مشغيل يعني أمور طيبة صح مشغيل مفاتيح كل ليلة أباجيك أبو مبارك أنت وسع صدرك وأنا أخوك ها إحنا معك مشغيل ثلاثة ولا اثنين أحمد أنا مو بقصة ضايق صدري لا مو ضايق أنا أدري زي كذا ولا لا سمح الله ولا قاطعكم بس اللي بنختم عشان بختم كلام مرة واحدة ما يبي يتكلم ولا حتى لا سمح الله الميزة الأفضل إنه حتى لو شيء توسخ ولا شيء عندنا أي كلين ينظف كل شيء فميزة جميلة عندك مثلا لكن كيف بشتري سيلفر جيفت من دون خصم ما أبغى من دون خصم سيلفر جيفت من دبليو 14 عندك سيلفر جيفت أخذ هدايا لبنات إخواني الصغار
وعندك فنون الجوال لوكارت والجوال وحتى الجوال يعني ما يحتاج شوف اللوكارت وفنون الجوال ما يحتاج وعندك دقيقة دقيقة رشاتك للبيت وعندك رشا ومنوى ورنز ورنز شميم 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 انت حطر انت طيب المنقص دقيقة هذا مو موضوع لا تدخل مايك لاخونا ابو مبارك تفضل لا تخشون بسوالف بسوالف لا هي تحضر احنا جايين اول شيء اطلع بخواطركم زين لا مو توضيح انا اطلع بخواطركم وبنقطع برا كفو احنا برنامج 90 يوم فاهم كم باقي يعني اغلب كلكم يمكن ما حد سمع صوتهم هم اللي هو اربع اسابيع ثلاث اسابيع انا من قبل برنامج ب 20 يوم ما سمعت هالشيء هذا يضايقنا شخصيا صح زين ويجي مذيع من برا زين يمشي حبة حبة هذا الشخص بينسحب وهو متعشي برا هذا الشخص ما يحترم جمهوره أقل شيء يحترم إخوانك طيب أنت يا مذيع جاي من برا مستانس مبسوط بين أمك وبوك ولا بين أهلك إخوانك وجوال معاك وجوال معاك وخلي الجوال يا رجال يعني متعشي برا فقد الأم شيء حر مسوح وتجي هنا وتنتقد حاط قاعد هلا تنتقد هذا ما يصلح لازم شوف انتقد بس ابعد عن الجمهور لازم صراحه شعوره صح ولا لا صح انتقد بس ابعد عن الجمهور لا غير الجمهور بس خذ راحتك تفضل ايوه اسلم زين غير انك ان الجمهور ما الجمهور يعني حاول انه يقلب صيغه الجمهور عليك. ان الشخص هذا ما هو محترمكم انا سوي كل شيء انا اوسع صدري بكل شيء وانت شو مجلس كل برنامج طيب ابو اسمع انا اوسع صدري بكل شيء الا الاحترام والتقدير هذا والاهانه الثلاث هذه انا اوقف عنده زين واطلع شيء داخلي ما ودي اطلع وش مجلس في البرنامج انت من اللي مخليك تجلس بالبرنامج عشان ايش جالس انت عندي انا غالي عشان ايش عشان ايش جالس بالبرنامج غير الجمهور عشان الجمهور يعني هو الشيء الاساس عشان جمهور اساس دخل طيب عشان كذا يقولون يقولون ما تحترم جمهورك الشيء الثاني تعلم انا دخل تعلم كاعلاميين قادمين لل شو اسمه الجيل القادم صح كلها بس بس من ضمن الاساسيات احنا نسعى عشان تعطي جمهورك ولا لا احنا نسعى ان نوصل رساله صح هادفه للجمهور فعلا احنا ما قعدنا وابعدنا عن اهلنا الا عشان الجمهور فعلا فهمت ما قعدنا بدون جوال ونفسنا ولا يدرون ايش يصير خلف البث من حزن من عقابات بيننا من زعل بيننا من نفسيات بيننا من نوم فهمت انا اكثر شخص اعاني من النوم انا ما شايف يعني يمكن انتم اغلبكم تشوفوني انا ما انام متاخر وانا عانيت معك وانا ماني داخل الله يبارك تسمع الكلام هذا مع انه ينام اخر واحد هو يتقلب ما احنا نرقد قبله ونقوم قبله هو ينام عقبنا ويا الله يلا يقوم سوي حجامه الحين سوي حجامه هي ما لها دخل هي هنا بالمخ هي التفكير انك ما تنام مرتاح ولكن انا بطلع اللي بقلوبكم كلكم انت منفس وانت منفس وانت منفس وانت منفس بس انت ما ابطال احنا على ما قالوا انتم رجال صح نتحمل بس وشو هنا نفس ما تقول دوره تطور نفسك صح ان لو تقول دوره عسكريه الدوره العسكريه بدنيه وهنا تفكير فكر تقعد كذا والله بدنيه ها هل لو خيروك ان يخلون الجهد على يا اخك حلان حلوه هل لو خيروك يا اخك حلان ان تكون الجهد بدني او فكري وش تختار هذا سؤال عسري بمر عليه عسري بس صراحه بدني 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 بشايع فهمت السؤال الله يعني زي الان عندنا هنا عندنا جهد فكري جهد بدني الامانه لسه ما في واجد فكري اللي هو اخر الليل تجلس بينك وبين نفسك ما تنام تفكر هل لو خيروك يكون جهد بدني او جهد فكري جهد فكري هذا اخوان يكون عندك فكري دقيقه فكري هو اصلا كل شيء اللي انت تسويه تفكر فيه لا 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 انا بعد انت بتصلي صلاه في وقتها تفكر مشايع اما مشايع بدني بدني يعني بنلعب تخيل بنلعب مسابقات وخاف بدني مشايع قبل ما فهمت سؤالي دقيقه انا ايش اقصد سؤالي وش الارحم؟ هل مثلا يقولون وش اللي اخف عليك هل الجهد البدني ولا الجهد الفكري؟ كلها نفس بعض اشوف البدني لا 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 وجهه نظر نحترمها وجهه نظر ابو غالب مختلفه عن بعض ولكن البدني ارحم 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 ابو عبد العزيز انتبه الى رحم ولا يعني شيء اللي مخليك تتعب واجد لو خيروك يقول نبعتك جهدين هنا يا بدني يا فكري فهمت السؤال والله فكري تقعد تفكر انا فاهم سؤالك بس انه يعني سؤال عجيب انا عارف ابدا هم لو خيروني بين التفكير هو اعطوك مثال يعني مثلا زي الدوره العسكريه شو اللي فيها جهد بدني طيب هنا توصل للعشاء هنا الثنتي لا في بدني قليل لا ما انا في بدني قليل فكري انا فكر لا هنا لا ركز معي هنا الفكري وفي بدني بس الفكري
يذبح لانك مثلا لانك توصل ايام توصل الفراش طافي وايام لا. صحيح. الدوره العسكريه تصحى من 6 الفجر تكد الين مثلا المغرب، هذه اريح تنام تصحى تنام تصحى. بس انا عندي يا احمد اني لو جهد بدني ارحم، لان بعضهم الفكر عندهم يعدم يفكرون باشياء كثيره. طيب الناس اللي فكري طيب يعدمني. تفضل. نفس ما قلت لكم انتم ابطال، احنا جايين هنا عشان نكون انفسنا بانفسنا كفو ونتعلم كفو. والشيء اللي تسمح لي بشايع تأثر عليك او طحت منه زين تسمح لي بشايع بعد اذنك يا حنان تسمح لي اروح روح بعد اذنك استكر حيلان بعد اذنك تفضل شايع عن اذنك خلاص خذ راحتك كبر راحتك فهمتوا يا عيال؟ فالشيء اللي تأثر بك قدام من نفسيا من مشاكل من والله كلام مصروف من تفكير صدقوني يا عيال ايام متعدده وراح نطمر هالشيء هذا. صح انك بتقعد بينك وبين نفسك تبي تفكر باشياء كثير، يبي يخطر عليك اشياء كثير، تبي تنفس بشيء كبير، مع انك حنان اكثر واحد جرب كل شيء فهمت؟ لا انا والله اتعلم منكم، انا بالنسبه لي انا اتعلم منكم. تتكلم حتى البرايم هذي انت اكثر من طلع واكثر من بغى يروح واكثر من بغى يحاول واكثر يا اخي من امور كثيره عرفت. طيب. عنده ظروف حتى يوم طلع يقول عند مستشفى عنده سنونه عرفت، واكثر واحد حتى تعب وهو معنا هنا عرفت كيف صبر وكيف صار وكيف سوى. ممكن ذا خلى عنده شيء ينصحنا صدق. ها ابو مبارك انا امون عليه وزكريا ولا امون على وشاهين انا امون عليك لو امصع شمغكم تستاهل ابو مبارك. بما ان انت قلت نقطه اللي فيه قلت ان احنا هنا بضيقه وكذا صح ولا لا؟ يعني اللي فينا وشو مكفينا صح ولا لا؟ يعني حتى بجلستنا هذه تفتح امور ما نبي نفتحها. بسك سؤال خارج عن الصندوق، الجنيه ها عرست ولا لا؟ جنيه؟ ايه اللي انت قلت اللي جوك تزوجت ولا لا؟ ابى اقول بس ارجع مكانكم. لا ابي اقرب عندك انا. اقعد تفضل. يلا علمني الجنيه اشتل بالموضوع فوق تحت. انا ما كملت دقيقه. ايه زين شوفوا ابو شايع حبيت علامة ابو هلمك ترى اللي فينا اذا انتم اشخاص تصبرون فهمت؟ انا يمكن زين اللي تقريبا 3 سنين او 4 سنين بالاعلام وطحت طيحات واجد صادق وطعيت طاعات واجد واخطيت خطا واجد واصبت ها واصبت. دقيقه يا مسرط كم عندك دقيقه؟ واصبت واخطيت واصبت واخطيت ولكن اتعلم من الخطا اللي انا اخطيه زين واعدله بالصح. ولكن كل واحد منكم زين يطيب خاطره غير كذا ينوي النية انها كويسه مستقبلا هي النية فهمت؟ ولكن مهما وصلت مهما حققت تمام حاول يا وصل الدقيقه سولف كلامك اذا تسمح لنا يعني هم عندهم امور ترى عندهم امور للامانه زين فحاول ان دايم يكون خاطرك طيب زين نيتك صافيه امورك ما تتاثر. حاول انك دايم تفكر باشياء جميله قدام مثل تفكر باحمد فهمت خلني افكر فيه خلني تفكر فيه يعني انت يعني مثلا انت بتفكر انا بس فكر بالايجابيات ايوه الايجابيات فتفكر بالسلبيات ايوه يعني بكره انت تفكر بالسلبي ما راح تاصل راس مال ولا راح تطلع اذا فكرت بالسلبي صح اما اذا فكرت بالايجابي سبحان الله يجيك دفع معنوي انا من الناس اللي مريت فيها المعنوي وتشتغل على نفسك وتصدق حنا راح الان 45 يوم كم 45 يوم كم باقي قبل كثير وباقي قليل تقريبا 45 نفسه بالمنتصف الان احنا لا 40 40 45 95 95 فهمت باقي 45 يوم نفس اللي راح يعني نفس اللي راح احنا الحين وصلنا 50% في اشخاص بتكمل ل 60 وفي اشخاص بتكمل ل 50 عفوا بتطلع في اشخاص بتكمل 60 بتطلع 70 بتطلع 80 بتطلع الى هنا عاد يبدون شخصيه اللي 12 شخص اخر 12 شخص ولكن الله يوفقكم يا عيال امين يا رب وينور دروبكم ويعطيكم على ما قد تتمنون وعلى ما تبون الله يجزاك القلب داعي لكم ولكن لا توقفون مهما حصل ومهما صار صح انه بتجي نفسيات انا بنسحب انا ما ادري وشو انا ما ادري وشو حاول انك تحطها بينك وبين نفسك امين لان النفسيه هذه بتنعكس عليك بعدين نفس ما صار لي انا شخصيا زين بالبدايه كنت بنسحب لان طقت النفسيه
أذكرك. كان في رجال، ما تعودت على المكان. كان في رجال يطبطب عليك، ويومن كنت هديت وجيت بتجلس وهو جالس بيروح. عرفت الرجال ذا؟ الله يستر عليه. الله يستر عليه. زي شخص صراحة كان يشكي. لا ما قصدي هو. لا لا أنا بتكلم عن سلمان. سلمان كان يشكي لي وأشكي له. يا حبيبي. وكان له أثر كبير علي. يا حبيبي. أمسي عليه بالخير. أمسي عليه. أمسي على سعد. ولكن هذا سياسة برنامج، وسلمان شخص ناجح، وأنا متأكد من هالشيء هذا. لو أطلع بلقاه ناجح أشياء كثيرة، وأنا شخصيا راح أدعمه وأصير سند له بعد الله، والعكس صحيح. ولكن أي شيء يصير لكم يا عيال يعني حاول انكم لا تضايقون، لأن تجي عكسية عليك. ما عليك. فمثل فهد معي أنا، أنا طقطق علي. أنت شو اسمه؟ ما أعرف قيمتك. خل أنت ما تحترم الجمهور. صح أنا غلطان، أنا أعترف أني أنا غلطان. أول شيء أنا بس ترى عند النوم، نوم ما صلي الظهر أحيانا، أعوذ بالله ما أقوم بدري. هذا اللي أكثر واحد معاني. ولكن الجمهور ما يدري أنا وش بخاطري، ما يدري أنا وش يصير لي تحت البث، ما يدري أنا وش يصير لي هذا. لو يدري أنا متأكد أنهم بيعذروني، وأنا متأكد أنهم واقفين بجانبنا كلنا وداعمين لنا كلنا. سلام الرحمة. ولكن الجمهور يطلب مننا ويبي مننا مثل ما إحنا نبي منه. بعد صح. فهمت؟ أم يبون مننا، إحنا نبي منه. نبي نشد على أنفسنا. أبشر بسعادك. شيء جميل للبرنامج. أبشر بسعادك. وأشياء قادمة بإذن الله. أنا راح أوعد أبو عمر، فهمت؟ أوعد من خلف الشاشات أن راح نحقق شيء كبير بإذن الله. استمر. ونستمر. وإن ما بقينا من العشر الأوائل، زين، أو عفوا 12 أوائل، هذا تقصير. ثاني شيء هذا اللي باليد، اللي بيد انت تسوي اللي بيدك وعاد الباقي. أيوة. على الله. وهم انا متاكد انهم يعذرون، اهم شيء يعذروننا. اي انا بتكلم عن نفسي الان. لو صدر منا خطا، اي انا اخطا كلام عنا جميع. شوف جمهورك، شوف كلام دولار صح. شوف جمهورك وجمهور عبد الله وجمهور مشاري وجمهور العيال كلهم، تمام؟ ان سويت غلط انت بيعذرونك. غلطتك عطري غلط، ما غلطتك اليوم دبلوك ابدي حق ان هذا جلسه فضفضه. والله بفضفضت كوين رجيب. تكلم يا شباب، مو قمنا كلبونا متاخرين. شوف ايه الربع مستوجع على عمري، لدرجة إني مستوجع على عمري أركض، يعني وحتى ركضي فيها عرجة. أنت اللي كنت قدامي تدري كيف؟ إيه أنت اللي كنت قدامي. لا أنا اللي وراك وأنت قدامي. أنت وراي. شفت ما بالعكس خطوة. مستوجع عشان تصلي. والله العظيم مستوجع أركض على عمري، مستوجع بلحق على الصلاة. ما لها دخل. يوم سلم يوم سلم هديت. ليش أنا هديت؟ سلم قال السلام عليكم هديت. أنا فراش، أنا فراشي بجنب فراشك. إيه؟ والناس ما لهم إلا الظاهر. والله العظيم. انك قايم تبدل، انك قايم تبدل، اقسم بالله انا مستني كذا حتى رجله ما اقدر. انا البارح ما عشت، البارح من صحتك ممكن هذا شلون حقه، حتى هو والله ما محتاجها مني لكن انا بجنبه. لا شوف يعني انا استوجعت على عمري بلحق على الصلاه. طيب ابو عمر انا اسف اني قطعتك، ولكن ابعلمك حاجه عشان تقتنع فيها. انا داري ادري اسمع، انا داري لكن في بيتين، في بيت في خاطري، بيت يقول عنك عدلي يا من كان يعدلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. صحيح عشانك الناس تتكلم بما لا تعني. دقيقة يا أحمد، ما هذا ما زي هم الأشخاص اللي جو هنا، تمام؟ علينا الرأس نحبهم ونقدرهم، الله العظيم نحبهم حب جمة والله. هم يدرون بغلاهم، يدرون بتقديرهم واحترامهم، وعلى العين وعلى الرأس. أنا أرفع لهم القبعة وأنا أحييهم شوين عند أبو تركي، فهمت؟ وتحية لهم والله يستاهلون، وتحية لأبو تركي بعد. ولكن أبو سلطان أقصد. أبو سلطان. والله سلطان. أنا غلطت باسمه بارتباط. أنا سامي خصم معنا. ولكن يا أبو عمر، أبو عمر هم أشخاص غابوا عننا 5 أيام، فهمت؟ كيف يسوون شو؟ يجيبون أبطال البرنامج وكلنا هم أبطال، ولكن يشوفون الأحدث والأقوى. يجيبونك أنت، يجيبون أبو عابد، يجيبون كذا شخص من الشباب عشان وشو تطلع حلقتهم. يا اخي انا مو من النوع اللي احب ارد، انا ترى من النوع اللي يلا مشي ايش اسوي. شوف 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 بتسوي شيء ما انت بتسوي شيء. انا كلام ما غير المجون حزن، ما نبي نبي احنا مو طرب، لا نبي طرب، احنا مو قصد حزن. اي ترقبوا يا ربي ترقبوا، احنا مو قصد حزن. كلام تدري السالفه وين؟ السالفه مو حزن، والسالفه مو تعب، والله ضيقوا خالص. والسالفه مو قصه، لا انا اشخاص اللي هنا، زين، ان يجيك شخص يتكلم بالشاشة غير، وتحت الهواء يجيك غير، فهمت الاختلاف؟
انا الشخص اللي زي كذا المدني هذا شو تعرف اللي يقل الحياه زين او يصل للاحترام او للاخلاق زين او للكرم. انا هنا اطلع من طور لا 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 اطلع من تربيتي اول شيء ماسك ابو مبارك اطلع من اخلاق الله يكون نعم يا ابو مبارك من اخلاق ومن فعول الرجاجيل طلعت انا بخاطري ربك الحمد واموري ممتازه ما يحتاج والقادم افضل انا اعدكم وانتم تساعدوني باذن الله ان القادم افضل. وابو عمر انا داري ان تازمت عليه الخطوه هذه لان وش لان صح انت اول شيء راكض ربك هذا اجر لك حتى ركضي فيها رجع زين هذه نفس انا علمتك انه يبون شو يبون يطلعون خلاص انا 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 عن نفسي والله العظيم عطني البيت اللي مش وين دعنك عدلي يا من كان يعدل يكفيني هذا شوف شوف انا بوجه رساله لكم انتم يعني انا بتخيل لو يسمعون فريق دعمنا او جمهورنا فانا احب اوجه الرسائل بطريقه مختلفه تدري كيف؟ تدري كيف؟ اجلس كذا حلوين انا اعلمك للامانه انا كذا احب اوجه الرسائل دائما اللي هي زي كذا شوف تلطم يعني؟ ابتخيل انه قدامي يعني احنا بنتخيل انه قدامي سبحان الله فهمت كيف؟ تخيل 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 ابتخيل انا وتخيل الخصم وابتخيل نفس الحكايه اذا لو بتخيل انه جالسين قدامي لا المظاهر مظاهر ترى تخيل انه قدامي الان جالسين وانا بتخيل تخيل الخيال يحق لي بدون خصم تخيل ها شوفوا تخيل 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 شدوا ظهركم وانا شادن ظهري فيكم والذي نفسي بيده قلت شبكم رجل ونعم الرجل لا يهون ونرجاك واحتزموا وريحوا حبتين لعيونكم وابشر بساعدكم احمد نبي على الله توك ابو شايب ابو شايب احمد احمد ها زين الشاي حقك ذاك اللي بالنا البراد هناك بزينك الشاي بس زين الشاي بس كم براد غير جيب البراد غير جيب وانا انقطع تعال شوف والله من يوم ما دخلت والله العظيم حتى ساتر رولكس الرولكس انه انقطع ولا عاد يمديني اطلع والله انقطع انا بلقم خصم الحين على والله يا شاي احمد العوض انا من جمهوره طيب الان لا والله باقي ست دقائق والله باقي ست نهايه البث لا عندك تسوي لنا شاي عشان اللذاء نشرب بعد العيال برا يشتغلون ما اقدر اقاطع ترقبوا يوم الجمعة عنده تكشين من شاي أما يلا أبو شاي قم قم أبو شاي أي يا سودة يا نبي 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 طربية لك حلم يلا لك يا رسول عيال عندهم شيء يبون ولا أعلن من هذا الهنجر أن أحمد العوض أحد فانزات القزوعي على الله توكلنا وشقنا القدم قدام ولا يترك الرجال واجب نعمة لا تترك قدم على الله توكلنا وشقنا القدم قدم ولا يترك الرجال مسرح على الله توكلنا تعال مسرح يا شقنا القدم قدم من حرف تايم على الله توكلنا وشقنا القدم الله اطمن انا يلا هلا الله توكلنا وشقنا القدم قدام ولا ترك الرجال واجب نعمه على الله توكلنا وشقنا القدم قدام ولا يترك الرجال واجب نعمه الله توكلنا يا لبق احطان يا احطان قحطان سلام انا عمره في الجبقايه كلها عليكم جو اسمع 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 قول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله كرروا لا اله الا الله حنا كما معك في شر